فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي والتحق بي ضيفنا اليوم الاعلامي في قنوات ابو ظبي الرياضيه كريم ترهوني. كريم اهلا بك. اهلا وسهلا اسلام، تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده المستمعين والمشاهدين. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله، فرحان برشا اللي رجعت لتونس بعد يعني فتره الكورونا عم ناول سورتو، الحمد لله حتى تو ما زالت الكورونا، ما فرحان اللي رجعت، شفت عائلتي، شفت بلادي، وان شاء الله اللي جاي خير. انا فرحان اكثر خويا، ما عرف بيك بحضانا صغير نتفرج فيك قناه ابو ظبي في دبي سبور زاده. صحيح، دبي في البوندس ليغا خاصه. صحيح. الناس صحيح. كل كانوا يتبعوا اكثر البوندس ليغا في دبي، تو بعد نحكيوا اكثر. صحيح. على البوندس ليغا. سعيد جدا بوجودك معنا ايضا في التعليق في الطائره الوطنيه. كيف كيف؟ صحيح صحيح، كانت ذكريات حلوه برشا، بداياتي في التلفزه الوطنيه وفي قناه 21، وكانت ذكريات حلوة برشا وبدايات حلوة ياسر، يعني فيها كثير من التحدي، فيها برشا مثابرة، برشا اجتهاد، توفيق من عند ربي، رضاية والدين، ناس عاونتني والحمد لله. باه، بديت لي بالبدايات، خلينا نبداو من البدايات. كيفاش كانت كريم البدايات في الاعلام؟ من الاول كنت مخطط باش تمشي اعلام ولا بالصدفه جات ولا كيفاش؟ مغروم برشا، ملي انا صغير مغروم برشا. بالكوره ولا بالاعلام ولا بالزوز؟ بالكوره، بالكوره، لا بالسبور، بالكوره. باه. مغروم برشا، الوالد ربي فضله هو اللي غرمني. عائلتنا زادة، سواء كانت عائلة أمي أو عائلة بابا، ناس تحب برشا الكورة وبرشا السبور، متفتحين برشا على الرياضة. والوالد كما تعرف يعني تغرمت بالكورة معاه، حتى وصلت كونه ساعات نبدأ نتفرج في كانت قبل في ديبيو دي زاني 80 وفان دي زاني 70، نحكي لك كي بديت نثبت 79 حتى المونديال ما نذكروش. ما نذكروش. اي انا مواليد 74، مش نبداو واضحين. يعني انا بديت نثبت من المونديال 98. بديت هكا نمس شوي. 98 مونديال دلول برشا هذاك في فرنسا. وي. وقتها قداش؟ 9 سنين 10 وي. سنين. وي. قلت لك اسلام، كنت نتفرج في الفوتبول، كانوا يعديونا ماتش مسجل نتاع نهار الاربعاء. الكوب دوروب تسجيل فوري وقت هذا، ساعات تسجيل فوري. ساعات كي يبدا ماتش اون ديريكت تشوف الفرحه انت. ساعات ديما نبداو نقراو من غدويك وانا 21 زاد كانت مش هكاك وقتها، يعديو في 21 ولا 21 بعد يعدوا بعد. اما نحكي لك كانت في الوطنيه بعد التلفزه الاولى، نحكي لك في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات. انا نتفرج في الكوره في نهار الاربعاء، كان ما كانش ثلاثه واربعة، نهار اربعة، وساعات يعديونا طرح من الشامبيونات تاع انجلترا. نبدا نتفرج والوالد يحكي لي على ريال دو مدريد وعلى اولمبيك مارسي وعلى اليوفي، الفريق الفرق اللي يحبهم، ونسمع ونتفرج. حتى ساعات ولات لي مشكله في قرايتي، يعني على خاطر هو اهم شيء القرايه، نسهر نتفرج نهار احد في الليل لحد الرياضي، والتوقيت الشتوي نتاع ايطاليا دومينيكا سبورتيفا ما نحيها لي حد، صارت لي مشاكل على خاطر غدويك لازم يقوم الستة ونص باش نقرا، وانا ماضي ساعه مازلت نتفرج نستنى في طرح نابولي يوفي شنو عاملين. خاطر الوقت هذا ما كانت كما توا على الانترنت، لازمك تشوف دومينيكا سبورتيفا باش تشوف التصاور الملخص معناها. اسلام راهو جيلنا الكل تربينا على ناس او يعني قامات في الاعلام، مش حتى العربي بس، باكهو حتى في ايطاليا، يعني كي تقول نوفانتازي، وعندي يمكن اصحابي يسمعوني توا، ولا الناس اللي عاشت الفتره هذيك، المرحوم يعني توا توفى باولو فالنتي نتاع نوفانتازي، يعني شكون ما كانش يستنى نهار لحد في الصيف، التوقيت الصيفي يعني 5:15، ومن بعد في الشتاء تولي 18:20 باش ومن بعد غالياتسي ومن بعد ومن بعد ومن بعد باش تتفرج في ايطاليا، خاصة وقت ايطاليا طالعة برشا في الكورة، وجا بلاتيني ومن بعد دييغو، ومشات الدنيا هكاك حتى جات الموجة نتاع الساتيليت 92 93 94 تي اف 1 ويورو سبورت وهذا وكل شيء، ولينا متفتحين اكثر على العالم، ولات عندنا القنوات الفرنسويه نشوفوا في لي شامبيون فرونسي، يورو سبورت كانت تعدينا كوبا امريكا. نتذكر كي عملنا الساتيليت في الدار او في البلاص اول مره، انا وصاحبي وقتها امير عبد اللطيف صاحبي صديقي، كنا نقرا مع بعضنا، يعني كانت فرحه كبيره كي حطونا الساتيليت وقتها لي تكنيسيان، على خاطر كوبا امريكا كانت اللي اخر كوبا امريكا هزتها الارجنتين وقتها، باتيستوتا وريدوندو الشله هذيك الكل. وقتها يعني فرحه كبيره ياسر، ذكريات كبيره. وي اي بدا غرامك بالكره هنا. وي الاعلام
الاعلام ما كانش في بالي. نو انا نقرا في كليه الحقوق يعني بعد الباك دخلت كليه حقوق في تونس في الكمبيوتر. ما عايش ما خممش تمشي اعلام ما كانش مش في بالك اصلا. والله لا جات الفرصه وقتها. اسمعني كي جات كانال 21 الناس الكل ولا تحكي عليها خاصه استقطبت مجموعه مهمه من الشباب اللي توا ولاو اسامي مميزه في الاعلام الاعلام الرياضي او الاعلام الاخر يعني فعلا. البرامج كما تشوف توا عواطف ديلي يعني البرنامج نتاع الصحه نوجه لها تحيه يعني على سبيل الذكر للحصر عليه طلع شاب يطلع كان الفانتايا وبرشا اسامي كبيره حتى في الرياضه في السبور يعني حسني زغدودي وحتى رازي وكل شيء 97 معز بولحية الناس كلها طلعت بلال العلويني صاحبي هم كلهم اصحابي لما حالا باش ما ننسى حد حتى كان ننسى نسيت حد نعتذر بعد شويه 97 خاتي علي صغير يعني ديما نذكرها خاطر هي اللي جات جارتنا وجات كلمت دارنا وكلمتني انا شخصيا وقالت لي علاش ما تخوضش التجربه هذه خاطر تشوف فيا الشغف تشوف في الشغف تدخل بيتي كانك انا وخويا زكريا زاد مغروم برشا تدخل كانك معرض نتاع فوتبول والله ساعات عندي تصاور معرض نتاع كأونز مونديال بل كانت أونز وحدها ومونديال وحدها كنت صغير نهبط مع أمي ناجا انجلترا نشري المجلات فما حاجات في 84 و85 و86 ما كانتش عندك تونس ما كانتش تشارك في التظاهرات الكبيره يعني كوب دافريك ولا ليغ دي شامبيون كاس افريقيا للانديه ولا ما عندناش يعني الانديه حتى التونسيه ما ثماش بدينا كان 86 87 على الاسبيرانس وقتها ما جورما هي او قبلها مع شو اسمه افريكا سبور هذيك 86 بعد سيابي هزت وانا حضرت في الماتش هذاك ما تدخل بلاش اي مشيت وفرحت بيان سور ما الاستاد كل المنزل كله معبي وقت خلاص هبطنا من الليسي ومشينا للاستاد وبعدها الكلوب جات 92 وبعدها اي جاتكم جارتكم قالت لي جارتنا هزتني قالت لي علاش ما تدخلش للتلفزه ولا وين؟ للتلفزه للفانتيان ومن الناس اللي أنا عندهم فضل عليا وصاحبي وصديقي تعرفت عليه وقتها ما بعد ولينا اصحاب احترام متبادل هو رازي الجنزوعي بديت معاه في كانال 21 وبديت مشيت باش تعمل تيست شنو هو تيست كاميرا كيفاش بالضبط ديريكت دخلت خدمت لا 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 مشيت قعدت انا ورازي كيما هكا كيما عندي توا قدام رازي هو كان مدير قناه حاجه رازي جنزوعي كان هو عنده برنامج لكل الاذواق برنامج نهار احد مع سي توفيق حناشي المخرج نوجه له تحيه كبيره كان نهار ثلاثه يظهر الاجتماع اما قعدت انا ورازي وحدنا قعد يحكي معايا قال لي اسالني جاوبته شنو نقرا القرايه الاغرام شنو تحب تعمل شنو قال لي عندنا شامبيون فرونسي عندنا روبريك نتاع سبور انترناسيونال في لكل الاذواق هاوكا تجي تشوف باش تعمل لنا تقرير مسجل قلت له باهي مشيت نهار السبت ما نعرف حد شيء وقتها سجلنا البوندسليغا من زاتاينس ومن بعد نهار لحد الصباح لازم تقوم بكري باش تسجل تي اف 1 مع الاخوان الفنيين في التلفزه التونسيه وقتها نحييهم برشا وكتبت الرابور وتعدى اول تقرير ليا في لكل الاذواق كيما عندي توا نتذكروا والانطلاقه الفعليه كانت كي تعدى التقرير أعجبتهم الحمد لله كملت كيكا جات الماتش نتاع باريس سان جيرمان والاسبيرانس اللي هو تحسه ديكليك في مسيرتي على خاطر وقتها تم تكليفي باش نعمل ريبورتاج تقرير على وانت كنت تخدم فقط كان اللي بذيك ذيك نتاع الكره العالميه بما انها كره عالميه كون باريس سان جيرمان فريق عالمي فريق فرنساوي وصولهم المطار اختاروك انت باش تخدم اختارني انا خاطر الروبريك نتاع سبور انتر وقتها يحبوا شكون حد سبور انترناسيونال والحمد لله يعني جات الحكايه هذيك من بعد يظهر لي قداش من مره علاش قلت لي ديكليك شنو صار؟ ديكليك على خاطر هذيك اللي عملت رابور وعملت تقرير دلول برشا اعجبهم ياسر الناس انا زاد فرحت ياسر على خاطر احتكيت باريس سان جيرمان وقتها
الفترة هذيك والإسبرانس وصاد المنزه وماتش في الليل وشيخات وجو دلول. كنت خدمت الماتش هذاك؟ أنا خدمت أنا كنت في تحت اللوطة أما التعليق ما عرفش شكون وقتها كان أما أنا عملت ليزانترفيو كيما عندي توا يعني كنا إيكيب كاملة. ماتش أولمبيك اليوم ماكش أنت يا؟ لهذيك توفى؟ لا ماكش أنت. أنا وقتها 97 يظهر لي مازلت ما دخلتش مازال شهر شهرين يعني أنا دخلت في الشتاء يظهر لي فهمتك أنت من بعد 97 أي ما أنا يظهر لي مازلت ما أي من هنا بدأت المسيرة بدأت أما أنا كنت واحد من الناس اللي خدموا الماتش متاع باريس سان جيرمان فقط كنت تعمل معناتها تقريب معك ما خدمتش تقديم ولا حاجة مع ماتش نو من بعد كي شوية 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 الأمور. شوية نو تولي تحب تولي تطمح المخير ديما تولي تطمح المخير تولي تحب تاخذ فرصتك طلبت ولا اقترحوا عليك لا حتى كي طلبت ما مش طلبت يعني حاولت ما جاتش الفرصة باش ما نقولش حاجة أخرى لا يقول حاجة نو ما جاتش الفرصة أنا مقتنع كونه والحمد لله فرحان بالشيء اللي تعمل انت اي حد فينا يا اسلام انت انا بشير ليس اي يعني تحب تعمل روبريك تحب تظهر في الشاشه تحب تقدم طرحت روبريك ولا ايميسيون يعني نحس روحي انا وقتها كوني كنت نجم وممكن نعطي ممكن ما قلت لك ممكن كنت نعطي اضافه كما اصحابي الاخرين الكل يعني انا ما قلت لك انا يعني اما خاطر نحس روحي نحب الحاجة هذيك علاش ترفضت؟ مغروم ياسر مش ترفضت لا 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 ما جاتش الفرصة فما عباد ما شافونيش كوني أنا كنت كابابل باش نعمل حاجة باهية رازي ما شافك شو كان رازي وقت لا 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 رازي قلت لك رازي هو اللي هو اللي حل الباب ما شافكش أول غدوة بعد غدوة نقول رازي هو اللي كان معايا وكان حل الباب وحتى كان تغش علي مرة علاش؟ نحكي لك حاجة ضحك هي اما بعد عرفت احترام متبادل خاطر كي نغزروا لبعضنا في عينينا نفهموا بعضنا مليح ورازي انسان محترم ونتمنى له كل خير علاش تغش عليك مره ترجي و و و وسيابي في المنسى تروح شامبيونا تروح شامبيونا حاسيل ومن بعد في التخطفت في الـ في الـ ضحك الحكايه صورنا لي زاكوتي مش نقص صورني سمير التفنوتي مع يعني اللوطة نستناو في 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 سيفري فينال سيفري فينال نتاع ماتش واحد اخر باش وقتها لاسبيرونس يعلن بطل يا كاو يعني يوزع كوت ان ذا اكت كما يقول لك يعني تشديت بالكمشه من بعد تتغشى قال لك يعني قال لك هو انت ما عادش تمشي ماتشات هذوما كل شيء يا رازي كيفاه حاولت نقنعه كل شيء بالزهر لو لوندما لو تون جريده لو تون نطلع في الصفحه الاولانيه مع جوارات في وسط التيران نستناو في السيفلي فينال نتاع الماتش الاخر نسيت انا هو وقتها كانت كنت تتحكم في مشاعرك وقتك ايه ما نتحكم في مشاعري ما انا ما عملت حد شيء انا كنت بتتر نضحك بتتر نجري بتتر ما عملتش يعني حاجة ما خارجة على النفاق تجري من الفرح انه نجري عادي عادي ما تعتبرهاش غلطة وقت هذيك شي ممكن ايه ولا ممكن صغير عندي عام عامين من اللي دخلت اما ما تعديت على حد ما جرحت حتى حد قلت لك يعني حكيت معك كل صراحة كل صدق فهمت ما بعد رجعنا نورمال صح حادثة هذيك بعدتك على الماتشوات نو لا والله لا لا بعد رازي هاني قلت لك مشى من 21 للكانال 7 عام 2000 وقت جوز اولمبيك في سيدني قالي باش تجي معايا هاكا نمشي على حد الرياضي العام الجاي باش انت من التيم اللي باش يخدم معايا باش تكمل معايا اعطيته الكلمه ومن بعد في كانال 21 تراجعت علاش
خاطر على خاطر حاسك تحسب في الكلام. لا ما تبي تحسب شيء. فما فهم اللي هاني قلت لك. انا قلت لك نحكي لك بكل صدق شنو صار بالضبط. انا حكايات ما همش كل حكايات الخطيره والكبيره. قالوا لي كونت بوتيت باش نعطيوك فرصه في قناه فانتا. قناه فانتا الشخص اللي حكى معايا وقتها باش نعطيوك فرصه باش تظهر اكثر باش تعملها. قلت بوركوا با. انا مازلت نقرا شنو صار. ما عندي يعني هاني قلت لك مازلت في مفترق طريق ماني عارف روحي شنو نعمل. فهمتك. تلفزه ما غير حد شيء يا كمل في قرايتي ماني عارف شو روح مانيش عارف روحي ايش نعمل. فهمت. قلت له ليه نحن نقعد في قناة الفانتايا. ايه اعطيته الكلمه واسمي يطلع في الجرايد. ها التيم اللي بيخدم مع راجي بعد مدرا قداش اي من تقاسيم وجهك عملت انت حتى انا كيك نتذكرها تو مشيت له قلت له راجي راهو اسمع خليني نزيد شويه فانتايا راهو قالوا لي باش يا دي كيفاه باش تجي معايا راهو. قلت له ما يسالش خليني بجهني الفرصه كل شيء تغشش وقتها. ومن بعد سبحان الله يعني مره اخرى مشينا ورجعنا حتى خدمت مع رازي في لحد الرياضيه تقارير نتاع الرياضه العالميه. وخدمت في فانتايان طلعت خدمت شويه مش برشا مش كيما حبيت انت. لا علاش شنو صار؟ على خاطر مش ما لقيتش الناس اللي اقترحوا عليا وقتها ما كانوش في عند كلمتهم. فهمت اللي هو شكون؟ مش لا فايده في ذكر الاسماء. نسمة صباح ايضا كانت ديك اخرى باب بيان سور. ما ننساهاش كنت جايك ليها كنت جاي قويه شكون اللي فتح لي ابواب التلفزه التونسيه قناه 7 والتلفزه الوطنيه على مصراعيها. زاد زكية حديجي نوجه لها كل التحيه. حتى نوجه لها تحيه استاذتي قريت عندها في معهد الصحافه. كل التحيه امراه مثقفه وخذت بيدي وبيدي ناس برشا والشباب برشا في الوقت هذاك وكان كونسيبت قوي ياسر ونجح برشا. نسمة صباح يعني بورتون راهو توانسه يكون معدل عليها الصباح. والله وقتها يا سيدي اقترحت عليا تعرفت على زكية وقالت لي تاخذ الروبريك نتاع الروبريك اللي ما زالت فاضيه وقتها قاعده تاسس هي نو سبور وقتها ندرى شكون ماخذه كان. قالت لي عندي كان روبريك كولتور و سينما. عرفت البوش من عند ربي قلت اوكي بيان سور خلينا نتوكل. وانت مغروم كنت سينما. انا كنت انا وصاحبي محمد هادي كل نهار اربعة ولا ثلاثة ولا خميس اي فيلم جديد نمشي ونتفرجوا فيه تابعين نتفرجوا وكل مجلات نتاع السينما وكل شيء ونتناقشوا حاسيلو مغروم مش بغرام الكورة اما نفهم شوية اي تابع شوي ومن احسن الروبورتاجات اللي عملتهم في مسيرتي كان على روبورتاج على سينما في مدينة حمام الأنف كان متداعي للسقوط. نسيت اسم السينما لومبير يظهر لي سينما لومبير و يعني الروبورتاج هذاك خلاهم يتلهوا بيه خلى نوع عطاء صدى كبير برشا. بعد جيت للألعاب المتوسطية قلت أنا كملت سيزون باهية الحمد لله سينما وكل شيء يا خلني نرتاح شوية. 2001 اجتماع نسمة صباح زكية قالت لي باش تأسس لي أنت توا الصفحة الرياضية. إيه أوكي مرة في الجمعة قالت لي لا يوميا كل يوم 5 أيام في الأسبوع. إيه يعني كيفاش باش نعمل حسيت وانت تقرا وقتها؟ اي نقرا ما فاكونس وقتها ما 5 أيام في الاسبوع شنو باش كيفاش؟ برشا اي لازمك يعني لازمك كونتينيو حطتك في في الواجهه حطتني في الواجهه ما كان عندها فيها ثقه كونه نجم نعمل حاجه الضيوف ربريك 5 دقائق قداش؟ اي ما ضيوف ضيوف خاطر وقتها تونس كلها كانت جندت لانجاح الحدث هذاك اللي كان ناجح الالعاب المتوسطيه 2001 احنا يا سيدي تبعناه من جويي حتى لضربة البداية والعبد لله كنت يوميا نتابع يعني الاعداد مع اصحابي الكل في نسمة الصباح اللي نوجه لهم تحية كبيرة شوقي طويل وقتها وجرموني عبد الحميد وحنان زعزاع واصحابي الكل الناس الكل وقتها اما انا كنت وليت كما تقول بروديوسر صغير ونقدم في الريبريك هذيك يعني كل يوم واللي تتقدم كل يوم واللي تعمل كل يوم تحتك بالناس تكلم في الناس تكلم في الجودو اسكندر حسن موسى رياضة الكل عبيت تعرف كواليات من وقت شوية شوية حتى النهار اللي ما يكونش عندك خبر تقوم الصباح
هي 6 لازم تكون في التلفزة، 5 لازم تحل الانترنت تشوف شنو هو الاخبار الجديدة. تتكلم كيما انت توا، كان ما كانش عندنا سمارت فون نمشي نحل الانترنت في التلفزة صباح باش ناثث هكا الريبريك هذيك كي يبدا ما عنديش ضيف. مشيت الامور هذيك الحمد لله، نسمة صباح زادة حلت لي بيبان كبيرة اللي هي بيبان النشرة الرياضية اللي الكونسبت جديد في الاخبار نتاع 8. ومن الناس زادة اللي دعموني مدام فتحي عدالة. باهي، حكيت برشا عن الناس اللي دعموك، شكون احكينا شوية عن الناس اللي على قناتك؟ بالعكس كما كل بلاصة فيها الباهي والخايب اكيد. فما ناس ما كانتش صحيح، فما اكيد فما في كل الدومين يعني حتى كي انا نحكي معك توا ولا اي حد ولا اي واحد يسمع فيا توا نقول له شد صحيح، على خاطر انا في برشا مرات نروح لدارنا نروح لامي نقول لها ما عادش راجع. ما غير ما تسمي لي اسامي ما يسويش، احكي لي شنو صار مثلا. ما يخليوكش ما 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 يحبو ما يخليوكش تقدم، ما يخليوكش تظهر، ما فهمت شنو ما في كيما اي خدمه في شريكه ولا في اي صح مؤسسه. صح صح، تقعدوك شويه يس معناها نفهم زملاء اي ما حتى زملاء في البروديكسيون فهمت. ممكن زملاء ما نحبش انا مالي فالناس اخرين فهمت يعني، اما في الناس اللي عندها كان عندها وقتها نفوذ. ما قدمتش برنامج كريم تقعد بو انوار ممكن يس، خاصة انك وريت بعد كي خرجت البلد انك قادر ما تبارك الله ما شاء الله. اعطوني ثقة الناس اللي انتدبوني سواء كان دبي الرياضية شافوني فين، شافوني كنت قاعد كيما هكا، جاني تليفون من دبي اتصل فيا زميلنا محمد علي فرادي قال لي انا راني نخدم في دبي الرياضية روش الاستاذ احمد الشيخ. باش نحكيو بعد على دبي كيفاش كان الخروج. حتى وقتاش قعدت في التلفزة؟ نعم سامحني، حتى وقتاش قعدت في التلفزة؟ التلفزة من 97 حتى 2002. حتى 2002 باهي، باش نحكيو بعد شوية كيفاش جا الخروج الامارات الاخبار مع صفية وبعد راجعين.